السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف مع بعض موقع جميل اسمه Build Flow AI، بيشتغل بيه الذكاء الاصطناعي. طيب دلوقتي مجرد ان انت بس تقول له انا عايز المبنى يكون مثلا 30 دور، فبيبدأ يعمله لك وبيجيب لك التحليل بتاعه، الجراوند فلور سلاب قد ايه، الكور وول قد ايه، ومديله لون بحيث يسهل عليك تتعرف عليه بالشكل دوت. طيب لو انا خليته مثلا 30 فلور، طيب انا عايز مثلا 20 فلور، عايز يبقى فيها بلكونات ولا لأ، فيها تراس ولا لأ، 10 دور. خلينا نختار مثلا 30 فلور، وتقدر نعمل زوم عليها، بيبدأ يعمل لك الاناليسيز. وهنا بقى بيجيب لك كل دور هيبقى فيه أرضية قد إيه، وتراس قد إيه، وروف جاردن قد إيه. طيب خلينا نقول له مثلا إحنا عايزين الديلايت، يبدأ يقول لك إيه الحاجات اللي هيبقى فيها نور، وإيه الحاجات اللي هتكون محتاجة نار صناعية. ممكن تقول له أنا عايز شديد، يجيب لك دراسة للشديد، دراسة للاستخدامات، انتهت المبنى.